أنتوا جميع. مشاهدين الكرام، المواجهة الأخرى كانت أو ستكون بين راشد آل جميان وحمد آل البيد. نرحب فيهم ونقول حياكم الله. طيب، راشد آل جميان وحمد آل البيد طيب يصلون إلى المسرح. أنا ودي بس نرحب فيهم في أداءاتهم. ناخذ المساحة، تفضل حمد. راشد شوي بعد إذنك، أشعل الكاميرا، ارجع شوي يا راشد يسار، ما تم عليك الواس، اقرب له يا حمد. إذا جهزتوا أعطوني إشارة بحيث نبدأ العدد. جاهزين؟ جاهز يا راشد؟ اي بالله عندك ودي. طيب دقيقة حمد، جاهزين كلكم؟ ها، ثلاثة اثنين واحد، بسم الله. الشمس غابت وزالت من عصر، والهم ما زال، يا ويل حالي من الفرقة، ويا عزي الحالي. الشمس غابت وزالت من عصر، والهم ما زال، يا ويل حالي من الفرقة، ويا عزي الحالي. لمن هو سواتي فقد الصوت غالي، والله لو انه درى عقبه وش اللي صار بالحال، انه ما توديع ويشد الرحال. قبل أمس أشوف الحياة لها طعم والأشكال، وأشكال الله يعطيكم العافية. ابدا معك يا ابو فارس. هذا واقف. خله هو اللي واقف، انا ما ابدا. قروشوني، لا ما ينفع كذا. طيب لو غيرتوا اللحن يا شيخ. طيب نبدا معك ابو فارس. راشد آل جميان. نعم. دكتور فيصل. والله انا الاثنين هذول ياخذوا كروت. ومبدعين صراحة. وكل له صفاته. أنا وقفت. ما شاء الله تبارك الله، الله يحميكم يا راشد ويا حمد. ربي الوقفة يا. إعجاب ولا حيرة يا دكتور؟ لا حيرة، الإعجاب هذا موجود من أول. يا سلام، إحنا معجبين أصلا وبي أرقامهم. بس أنا أقول لك على الحيرة، لأنه الاثنين حقيقة أدوا أداء جميل. يعني صراحة حمد قاعد يتحدى وراشد قاعد في العضلات، والاثنين سووا مجزره هنا. يستاهلون ما شاء الله، يستاهلون والله. انا الدرجه عندي متساويه في الاثنين. اكيد يا دكتور. اي والله، موطن ما فرق، ما اقدر والله. طيب ابو سالم. مرحبا بهم، مبدعين اثنين، كل واحد منهم المغنى ما ود كان يسكت، لا في لا نشاز ولا طلعوا من اللحن. عندي متساويين والله، معطيهم الدرجه بالرغم اني مركز، دام حمد موجود قلت بمسك عليه شيء ولا حاجه، لكن الله يوفقه. هذه والله الله يعطيكم العافيه. واكيد ان في المرحله الختاميه راح يكون حيره عند اعضاء لجنه التحكيم، وكذلك قرب منافسه والفوارق راح تكون بسيطه. الله يعطيكم العافيه. راشد آل جميان وحمد آل البيت، ثاني مواجهه. انا بس عندي سؤال للزملاء في الكنترول عن درجات اعضاء لجنه التحكيم، هل ستعلن نهايه الحلقه ولا بعد الحلقه بحيث انها يستند عليها التصويت الان؟